إن قالوا، هيدي مثل عن هذا النوع من التملق، هلما معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا. في الوقت ده كان في زي العصابات والشباب اللي يعني الصعب ده، وما زال في كل جيل في ناس تتلم لما كده يقعدوا ايه يضحكوا ويتسمروا ويقولوا يلا نعمل مقلب في فلان، زي اخوات يوسف مثلا. فقعدة ما كانتش مترتبة، شايفينه جاي من بعيد، الا وقعوا بعض في الموضوع، ما تيجي نخلص منه، مش ده بتاع الاحلام، مش ده بتاع الجلابية الملونة. وكبرت في دماغهم، والحضاء والعشرة اشتركوا في المؤامرة، كلهم كانوا غير حكماء، لانه ده اخوكم في الاخر، طب اعملوا حساب ابوكم، طب ده انتوا اولاد ربنا في الاخر، ده جدكم ابراهيم، كل ده اتلغى. إن قالوا هلما معنا لنكمن للدم، الدم معناه دايما الأذى، لنختفي للبريء، يعني يلا نصطادوا. طبعا الآباء ربطوها على طول بالمؤامرات اللي حصلت مع المسيح، لأن اليهود كانوا يعملوا اجتماع مقفول عشان يناقشوا ازاي نتخلص من المسيح، والمفروض دول رؤساء كهنة ربنا، يعني بيشتغلوا عنده وبيخلصوا منه إلى هذه الدرجة. هلما نكمن للدم لنختفي للبريء. فلما يجي حد يقلبك على حد، خلي بالكم من الغلطة دي، وللأسف منتشرة جدا في مجتمع. لما تيجي حد تكلمك، أنا قلبت ناحية الستات لأن هم الحمد لله متميزين في الحتة دي. لما واحدة تيجي تحكي لك عن واحدة اتكلمت عليك، قبل ما تسمعي اسألي نفسك، هي هتستفيد إيه من الكلام اللي بتحكيه؟ تفكري، شغالي دماغك، هي يعني جاية تعمل خير؟ لما قالت لك ان فلانة قالت، ايه قيمة الكلام؟ الكلام ده هينرفزك، هيضايقك، يقفل قلبك منها، وانت هتندفعي، مش هتتأكدي من المعلومة، وانت هتفتكري اللي بتحكي معاكي هي اللي خايفة عليكي، ويمكن الدنيا تبوظ خالص وتخسري الشخصية الأخرى اللي يجوز ما قالتش أو ما قالتش بنفس الطريقة، وتبقى الحكاية وقعتي في الدم، وقعتي في عصرة، وقعتي في مشكلة، وقعتي في أذية. وبعدين تطلع أنت تروحي بقى لواحدة تاني تقولي لها شفتي فلانة قالت عليا إيه؟ طب وأنت تأكدتي؟ وأنت سألتي؟ استفسرتي؟ واجهتي؟ ومين قال إن الغرض كان نقي من الست اللي كانت بتكلمك دي؟ وطبعا ده ساعات يجي من الفراغ، يعني ايه هنحكي في ايه، يلا نحكي في اي كلام فنقلب الناس على بعض وخلاص. مشاكل كتيرة قوي لما تتحلل كده تلاقوها ملهاش اساس، وما كانش في قصد وحش، لكن الشيطان طبعا فرحان بكتر الكلام، الشيطان بيستغل كتر كلامنا انه يوقع الناس في بعض، وكل اللي بيقعوا في بعض دول لو ما حبوش بعض هيهلكوا. إذن هي مؤامرة، هلما معنا، يلا ندخل في الزيطة دي، هلما معنا نكمن للدم لنختفي للبريء. برضو هلما معنا دي بتفكرني أول مزمور، زي أمثال واحد كده، مزمور واحد، في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين ما فيش هلما معنا بقى، يعني يلا نعمل حاجة. إيه هنعمل إيه بالظبط؟ هنحكي في إيه بالظبط؟ هنسمع ايه بالظبط؟ ما تشاركش في اي حاجه، اعمل حدود لنفسك. يبقى اول الحكمه انك تعرف تقول سوري، لا اسف. لو ما عرفتش تعمل كده انت مش هتبقى حكيم. في ناس من طبتها الاشرار بيسوقوها، طبعا دي قله حكمه، دي مش طيبه. ده اللي قال عنه المسيح، اللي عاوز يبقى بسيط كالحمام لازم يبقى ايه؟ حكيم كالحيات. هو انت عشان طيب اي واحد يقول لك يمين يمين شمال شمال تمشي وراه؟ طب ما هتضيع. لازم كنت تقول اسف، انا بدخلش في الحاجات، اسف ما بتكلمش في الحاجات، اسف ما بسمعش الكلام ده. يبقى مجرد ان انت تشد خط كده مع اي تملق، مع اي دعوه بالشر، مع اي كلمه زياده، انت كده ابتديت تحط رجلك في سكة الحكم. صدقوني ده معناها هتسمع بحساب، وهتشوف بحساب، وهتتكلم بحساب. ادي بداية الحكم.
إنما اللي بيسمع بدون حساب يتكلم من غير حساب بص من غير حساب مش هيتعلم الحكمة أبدا.